وهذا خاتم الرسل وأفضلهم وسيدهم أعظم الخلق جاها عند الله، هل سلم من الأذى في دعوته إلى الله وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر؟ لا، ناله على ذلك من الأذى القولي والفعلي ما لا يصبر عليه إلا من كان مثله ولم يثنه ذلك عن دعوته إلى الله عز وجل. دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الإله الواحد، فقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وكانوا إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوه هزوا وقالوا ساخرين به، أهذا الذي بعث الله رسولا؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. فآذوا النبي صلى الله عليه وسلم بكل ألقاب السوء والسخرية، ولم يقتصروا على ذلك، بل آذوه بالأذى الفعلي. فكان أبو لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم وجاره، كان هذا العم المنكر للصلة، كان يرمي بالقدر على باب النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيزيله ويقول يا بني عبد مناف أي جوار هذا؟ وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال قائل منهم أيكم يذهب إلى جزور آل فلان، أي إلى ناقتهم، فيجيء بسلاها ودمها وفرثها فيضعه على ظهر محمد إذا سجد. فذهب أشقى القوم فجاء به، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت لي منعة. فجعل أبو جهل ومن معه يضحكون حتى يميل بعضهم إلى بعض من الضحك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد تحت الكعبة، ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءت ابنته فاطمة تسعى وهي جويرية حتى ألقته عنه. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثم سمى فلانا وفلانا.